صح. الأخلاق أنا اللي خمسة أستغربه كبر يعني. الأستاذ محمد، تعرف يعني شوف مثلا هسه بكل بساطة، لما ملحد اليوم أو لا ديني أو مسيحي أو يهودي أو أيا كان الشخص، لما يريد اليوم يطلع يقول أنا اعتنقت الإسلام، يقولها بفخر وبدون خوف، ولا سمحت المسيحي قال أنه هذا المسيح لازم يقتل لأن راح للإسلام، ولا سمعت أنه اللاديني قال أنه هذا خرج من اللادينية وتوجه للإسلام. طيب ليش نقبل أنه لما اليوم مسلم يختار أنه هو ما اختار دينه، هو انولد ولقى نفسه مسلم، اختار هذا الشخص بإرادته أنه يخرج من هذا الدين، ليش يقتل؟ يعني أنتم ما فكرتوا فيها؟ يعني لما أنت اليوم تشكل خطر على حياة الناس، على أمان الناس، على حرية الناس، وتعتبر نفسك أنت مع الحق، أي حق هذا؟ لما تسلب إنسان من حريته وإرادته وحياته، تسلب منه حياته وتقول أنا مع الحق، وتنتقد الآخر وتتهمه بالكفر لمجرد أنه هو اللاديني، أو لمجرد أنه هو ما يؤمن باللي أنت تؤمن به. احنا بشكل عام نعرف ان هذا الكلام ليس بالسهل على الناس، عرفت كيف؟ وبالتالي نتكلم، طالما انه قادرين نتكلم مثلك لازم يتكلم الناس تتكلم ويبينوا انه هذا التراث اللي انتم بتتبعوه سلخكم من الانسانية، جعلكم كائنات عنصرية. شو يعني كائنات عنصرية؟ يعني انت لا زالوا يعيشون متلازمة القرون الوسطى، هي أنك تعيشنا في هذا الزمن بس معاييرك، أخلاقك، طريقة تفكيرك، تعاملك مع الآخر راجع لهذه تلك الحقبة. لكن الشغلة الجيدة أن ليس كل المسلمين يقدسون هذا التراث، ولذلك ضروري أننا نتكلم في هذا الكلام، نتكلم في هذا الموضوع، لأن الإنسان في نهاية المطاف هو يستمع، ثم في نهاية المطاف هو حر، والناس اليوم تتأثر. صحيح. مش لأن أنت إنسان عظيم متأثر فيه، لا، لأن طرحك أكثر واقعية، أكثر إنسانية، وأكثر أخلاقية. طب ليش أنت الوحيد الذي تدعو إلى القتل؟ ليش تراثك مليان بالدم، بالقذارة؟ لأن ببساطة شديدة هذا التراث لم يكتبه ناس في هذا الزمن، ولا تأثروا بناس في هذا الزمن، وإنما الذي كتبه وتأثر به هو ناس اللذان عايشين في العصور الوسطى. أنت القرآن الذي تتعبد به يدعوك، إذا صار عندك مشكلة مع زوجك، زوجتك تضربها. ليش تضربها؟ لأنه هكذا هي، في النسوان ما بتجي إلا بالضرب. لا يستطيعوا أن يتربعوا على منظومة أخلاقية أو منظومة إنسانية، فضلا عن المنظومة العلمية والمنطقية. لذلك أنت ترى رجل في 2023 يخرج لك ويقول لك، ترى أنت أثبت لي أن الأرض كروية، هذا كيف ما تتكلم؟ ليش؟ لأنه هو بياخذ بكل ما تحمل الكلمة من معنى، أن يأخذ يعني منهجه، عقله، طريقة تفكيره من ناس، من علماء، من تفسير، من قرآن، من أحاديث في العصور الوسطى. ليه؟ لأنه هو يعتقد أن الشمس تجري لمستقر لها، وأن نعم هذا الشمس تسجد عند عرش الرحمن ثم ترجع مرة ثانية. هذه الطريقة الغبية في التفكير، تصور شو راح يعمل مع الإنسان. أنت قد تعتقد أن هذا الكلام اللي بتقوله ما بيأثر، لا هو بيأثر، ولكن ما بيأثر على طول. هو بعدين راح يروح للبيت وراح يفكر وراح يصاب بغصة ويروح يبحث عن مشايخ ويبحث عن الردود ويرجع لك مرة ثانية ويحاول يرد، وأنت راح ترد عليه وراح يروح يبحث مرة ثانية، والعملية هكذا تستمر معاه لين ما يوصل إلى المرحلة الفاصلة في حياته. وقتها راح يكتشف إنه أنا خدعت من قبل هذول المجرمين. هذا الكلام قد يأخذ أسابيع، وأنا ما أتمنى يأخذ أسابيع، وقد يأخذ شهور، وما أتمنى يأخذ شهور، لكن قد يأخذ سنوات، أنا أتمنى يأخذ سنوات. لأنه لما يصير يبحث ويعمل ويدور ويروح ويجي وكذا، بعد سنتين ثلاثة أربعة، بعد هذا لما يترك هذا التراث الأهبل، وقتها ما راح يجي، لا هو راح يروح يفتح لك بث مثل هذا، وهو راح يصير يتكلم مع الناس. لذلك أحسن. لا تستعجلوا أبدا، هذا الكلام اللي احنا بنقوله
هذا الكلام بيأثر على حتى على نسائهم، حتى على بناتهم، حتى على زوجاتهم. عرفت كيف؟ في ناس بيستمعوا لمثل هذه البثوث من وراء أبائهم، من وراء أزواجهم حتى. لذلك ويوميا الناس تسمع أصوات جديدة من المغرب، من تونس، من الجزائر، من ليبيا، من مصر، من العراق، من اليمن، من فلسطين، من سوريا، وين تريدون، من الأردن، من أوكرانيا، من دول كثيرة، في كل مكان الناس تتكلم. فبالتالي إحنا اليوم أحرار بكل ما تحمل الكلمة من معنى. نعم هناك بعض الضرائب، هذه الضرائب ممكن ندفعها من صحتنا، من وقتنا، ومن أمننا. هذا الكلام حقيقي، لأنه لسه إحنا نعيش بين يعني ناس قد يكونوا متأثرين بهذا الغباء ويقوموا بأعمال يعني إرهابية، أعمال اغتيالات وكذا. ولكن أعتقد أن الذي ذاق الحرية بحياته ما يقدر يرجع للعبودية مرة ثانية، بل بالعكس يطلع ويتكلم. كل ما زاد أعدادنا، كل ما زاد هذا زادت يعني توسعت رقعة هذه البثوث وأصحاب هذا النهج، كل ما وصل هذول الناس إلى طريق مسدود. فأتوا يقولوا لك نعم إنه يا أخي ما نقدر، شو نسوي؟ يعني نقتل واحد، اثنين، ثلاثة، عشرة، خلاص ما عندك هذه الإمكانية. أحسنت. الشغلة الجيدة إنه إحنا موجودين جوا غرف نومكم، موجودين جوا صالوناتكم، موجودين في موبايلات نسوانكم، أطفالكم، بناتكم، أولادكم، أصدقائكم. ما يهم أنك أنت جالس تحاول أن تشوش وتحاول أن ترقع، ما يهم عليك. المهم أنه غيرك يستمع. هذا اللي بيصير ببساطة شديدة. أنت اليوم خجلان من قرآنك، خجلان من تراثك، حتى أن بعض الناس يخرجون هنا من المسلمين على فكرة، يقول لك محمد صالح أنت ليش تتكلم في فقط في سلبيات الإسلام، تتكلم عن إيجابياته. هو صار يشوف أنه نعم فيه هناك أمور سلبية، هو بالفعل صار يشوف أنه فيه هناك أمور مخجلة. عرفت كيف؟ الغالبية الساحقة خجلانين من هذا، ولا خجلانين فشو بيعمل؟ بيحاول يقدم رؤية ثانية لهذا التراث. خجلانين وبيحاول شو يعملوا؟ يقدموا يعني تفسير مالوش علاقة لا بالعقل ولا بالمنطق ولا بالأقوال العلماء. لذلك لا تستعجلوا يا أخو أبداً، لا تعتقدوا انه هذا الكلام راح يصير بين يوم وليله، ولكن تاثيركم كلكم، كل شخص هنا بيكتب، كل شخص بيفتح بث، تاثيركم فوق ما تتصورونه. كل واحد منا هو له دور وبيشتغل في هذا الموضوع، والشغل بيجيب نتيجه، كل يوم بيجيب نتيجه.